فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة يذهب إلى بلدان إسلامية إما للسياحة أو لغير ذلك، ويكون في هذه البلدان أضرحة فلا ينكر عليهم، فما نصيحتكم في ذلك؟ يبين التوحيد، يبين الدعوة، ويبين أن هذا لا يجوز، يبين للناس هذا، فإن قبلوا الحمد لله، وإن لم يقبلوا يكون أدى الذي عليه. أما السفر للسياحة في بلاد الكفار لا يجوز، لكن السفر للدعوة نعم، إذا كان قصده الدعوة شيء طيب. نعم.